خليكي هون لحظة، راجع. شو عم يعمل هذا الولد هون؟ وطي صوتك، شبنا كريم؟ شو جابه لهون؟ والله هاي الشغلة مو مسؤولة عنها أنا، لأنه جهزت حالي لحتى روح. تقريباً كانت حوالي الساعة 5، فتحت الباب لقيت ولد صغير محطوط باللفة، أبصر مين تركه عند الباب وراح. يا لو شفت منظره، كان نايم مثل الملاك، أخذته بحضني بسرعة. يعني شو كان لازم أعمل مثلاً؟ وتركوا لك معه رسالة. اسمع، هذا ابنك كريم ومسؤوليتك، وربيه مع يلي اخترت تأسس مع عائلة. أنا رح روح، وهلأ صرت برات البلد، أنا اخترت أكتر مكان فيني بعد فيه عنك. لميس خسارة سافرت.